عن أي حقيقة عم تحكي؟ عن حقيقة قتل أبي لأبوكي. إيه بس شافوه لأبوكي عم يطعنوا لأبي؟ صحيح، بس أنت ما سألتي حالي إنه معقول هالرجال المعتر الطيب يقتل زعيم حارته؟ لك ما سألتي ليش؟ شو السبب؟ أبي بحكم شغله بالكراكون وعد تحت إيديه وراق عليها ختم الزعيم. هاي الوراق كلها ضد الثوار، يعني فساديات ومحسوبيات ومصالح شخصية، أسماء وأماكن ضد الثوار، وكلها مختومة بختم الزعيم. يعني بصراحة واضحة إنه هو عم يخون البلد والحارة. شو يا شيخ؟ البنت لساتها عندي وأبوها ما بيان، شو بتشور علينا نعمل؟ والله يا مختار أنا برأيي تخليها عندك رهينة، خليها وسيلة ضغط، بركي أبوها بيسلم حاله. أيوه هو هذا اللي رح يصير، ونخليها عندي لحتى يظهر أبوها إلا ما يخاف على عرضه ويسأل عليها. لا يا مختار، بعد إذنك يا شيخي، هاي البنت بحمايتي وتحت وصايتي من اللحظة. إيه بس يا أبو حلمي ما بيصير يلي بده يقرب عليها بيكون عم يتحداني، وحيث إنه أنا الزعيم بعد ما مات الزعيم، يلي بده يقرب عليها بيكون عم يخالف أوامر الزعيم. بس أبوها قتل عمك يا أبو حلمي. أنت قلتها، أبوها هو اللي قتل، هي شو دخلها؟ يا أبو حلمي البنت ما دخلها مظبوط، بس نحن عم نقول يعني ما ضل قدامنا وسيلة تانية نضغط فيها على أبوها مشان يسلم حاله. يلي عندي حكيته وشرفه، خلينا ناخد البنت لعندي. وبأي حق بدك تاخد البنت لعندك؟ أبوها ولا أخوها ولا جوزها؟ جوزها، وأنت اللي رح تكتب الكتاب. شوف، جوزت بنت أبو رعد؟ كان لازم أحميها، بس أبوها قتل أبي. البنت ما لها ذنب. في على قامتي بنزل لك، هاي الشغله الوحيده اللي بنقدر نمسك فيها وننتقم، رح ضيعتها. صدقيني يا ام حلمي، لو ما عملت هيك كنا ضعنا كلياتنا، والندم كان ركبنا، ويمكن كنا ارتكبنا جريمه بدون ما نحس. انت مو بس دافعت عن غريمي وقاتل ابي، انت تجوزت علي، كسرت بخاطري. لك ما كان ولا صار اللي بده يكسر بخاطرك، لك انت الكل بالكل، انت ست الكل. شوف يا ابو حلمي، انا ما تعودت كون رقم اثنين، وأنا بنت الزعيم من طول عمري، ما بقبل كون الثانية، يا كل شيء لإلي يا أما بلا. لك وحياة عينك كل شيء إلي. صحيح أنا تجوزتها، بس تعاملي معها رح يكون سعرها بسعر أي بنت من بناتي. أنا رايحة عند أهلي وبدي تطلقني. وقفي هون، أنا رايدك وما بدي طلقك، إن شئت يا أما بيدي رح تضلي على عصمتي. أنا كان عندي تار واحد، هلا صار عندي تارين، انت وهند. بكره رح تندمي، رح تعرفي الحقيقه، كل تصرفك اللي تصرفتيه رح تندمي عليه. شوفي يا بنت الناس، انا تجوزتك مشان احميكي، وبتعتبري حالي سبر بناتي بالضبط، وغير هيك اوعي روح مخك لبعيد. والله فضلك على راسي وراس ابي، وهذا المعروف ما رح انسى لك يا طول عمري. المعامله مع الله، وابوكي كان بطل وبينحط على الراس، ولا اسعى كل جهدي اثبت هالشي. وبالنسبه لام حلمي، مشان ما اكسر بخاطرها بستنى لحتى يلتئم جرحها وبعدين بخبرها. ليش انت عرفت الحقيقه؟ انا اللي مستغربه انه ابوكي بيعرف، وليش ما حكى؟ الله يصلحه لأبي، هو ما بيحب الفضايح ودائما بيمشي شغله على السكاتي. قال لحاله بركض الزعيم، يعني هيك بينتصح من حاله وبيوعى. يعني مين بده يكذب زعيم الحارة ويصدق أبي المعتر؟ لا وشو؟ كنا رح نعمله كبيرنا وزعيمنا. على كلين ما له حق عنا بنوب، وهلا صار لازم نختار زعيم للحارة. مو بس هيك يا شيخ، أبو حلمي حرمنا فرصة إنه ناخذ بيتار زعيمنا المقتول، ولازم يتعاقب على هالشغلة. شوفي براسك فهمني، لازم كل رجال الحارة يقاطعوه وما يعودوا يستقبلوه ولا يزوروه،
ولا حدا يشتري منه ولا يبيعه حتى يحس حاله غريب بقلب حارته ويعترف بغلطه. من شان الله حكيم، طمني عن أبي، شلون وضعه؟ لا لا، اطمن الحمد لله. أبوك من ناحية الجسدية ما فيه أي مرض. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بس حالته النفسية هي اللي عكست على حالته الجسدية. ما فهمت عليك. أنا رح أقول لك، هي حالته النفسية يمكن هو انصدم أو زعل أو نام مأهور، فهذا الشيء انعكس على حالته الجسدية، ارتفعت درجة حرارته. حكيم، طيب هي الحالة النفسية شلون بدنا نعالجها؟ أول شيء لازم نعرف شو المشكلة الأساسية، لازم نريح له باله، لازم نخلي يعني الناس الحبايب والحناين يعني دائما حواليه. هذا كل شيء فيني أقول لك يا عن إذنك. بس يا يامو، أبي تعبان كثير، محموم وعم يهلوس، عم يحكي كلام ما له مفهوم، قسما بالله العظيم خايف عليه. ايه شو قال الحكيم بالله؟ الحكيم قال ما في شيء، جسمه ما في شيء، قال شغلته نفسية. معناها لا تخاف عليه، هو اللي جاب هالشيء لحاله، خليه يتحمل. بس يا يامو، أبي بحاجتك بهذا الوقت، بحاجة إنك تكوني واقفة معه وتشدي بظهره. أنت بتعرفي غلاوتك عنده يا يامو، بترجاكي إن شاء الله يا أمي رجعي على البيت بلكي بيتحسن وضعه، ما بكفي أهل الحارة كلهم مقاطعينه. لك شلون بدي أوقف بصفه ضد الناس اللي قاطعته مشان أبي وكرمال أبي؟ كلياتهم بدهم حق أبي إلا هو. لا، بيروح بيتجوز وحده قد بناته. لا يا مولا، لا، هو تجوزها شكلي بس، تجوزها مشان يحميها من اهل الحاره، لانه هي ما ذنبها باللي عمله ابوها. ليك حلمي، اذا بتصير تحكي مثل ابوك لا تقرب علي منه ولا تجي لعندي، بتصير عدوي مثل حكايته. الله معك. شو هالقصة هي؟ وإلك عين تجي لعندي لوسط بيتي؟ مو خايفة يعمل لك شيء؟ لا، مالي خايفة، لأنه بعرفك بتخافي من الله واستعقلي ورزينة. بالله شو؟ إذا مفكري حالك بتضحك علي بالكلمتين كتير بتكوني غلطانة. اسمعيني يا أبو حلمي، أبو حلمي زلمة صغيرته وقبضاوي وبيخاف من الله، والله وكيلك أبي مظلوم. أبي وأبو حلمي تأكدوا من الحقيقة وشافوا الإثباتات بعيونهم، بس ما بعرف ليش هن ما رضوا يحكوا شيء. عن أي حقيقة عم تحكي؟ عن حقيقة قتل أبي لأبوكي. إيه بس شافوه لأبوكي عم يطعنوا لأبي. صحيح، بس أنتِ ما سألتي حالي إنه معقول هالرجال المعتكر الطيب يقتل زعيم حارته؟ ما سألتي ليش؟ شو السبب؟ أبي بحكم شغله بالكراكون وقعت تحت إيديه وراق عليها ختم الزعيم. هاي الوراق كلها ضد الثوار، يعني فساديات ومحسوبيات ومصالح شخصية، أسماء وأماكن ضد الثوار، وكلها مختومة بختم الزعيم. يعني بصراحة واضحة إنه هو عم يخون البلد والحارة. هلأ أنتِ جاية لعندي تتهمي أبي بالخيانة؟ مين أنت ومين أبوك حتى تتهموه؟ أبي أخذ الوراق وراح لعند الزعيم، حاول ينصحه ويوعي، بس الزعيم أبداً ما قبل وحاول يتهمه بكل هاي القصة وهدده. بصراحة أبي ما حمله عقله وطلع الخنجر وقتله قدام كل الخلائق بالحارة وخاف وهرب، والباقي أنت بتعرفي. طلعي لبرا، طلعي لبرا. إذا كانت هالقصة صحيحة، أنا لازم دقدس وتحقق. ولي علاقاتي، جوزي أبو حلمي مظلوم، وأنا جاي بنفسي أحكي لكم الحقيقة لأني ما بقدر أسكت عن الحق. أبي ما كان معه حق، إيه بالعكس كان كل الحق عليه، الله يرحمه.
أبي كان يتعامل مع الفرنسي، وأنا تأكدت آخر شي بنفسي. أنا يا مختار كنت مصرة أخذ بداري، بس لما عرفت الحقيقة ودقدست وتأكدت ولقيت إنه أبي خاين، هتراجعت. واللي كشف الحقيقة أبو رعد، لما راح واجهه لأبي ودقت فيه الحماوي مشان بلده ووطنه وغيرته عليها، راح طعن أبي بسكينة وقتله. ولما نعرف أبو حلمي الحقيقة، رأسا راح أخذ بنته وحماها، بس كرمال ما ترتكبوا أنتوا جريمة كلها تظلم بظلم. طيب لكان أبو حلمي ليش ضلت ساكت؟ ليش ما حكى؟ مع أنه إحنا قاطعناه وحسسناه أنه هو غريب عن الحارة. لأنه أبو حلمي ابن أصول، ما بده يكسرني أكتر ما أنا مكسورة، ولأنه كمان ما في دليل بين إيديه وإثبات، ما في إثبات على كلامه، بس هلأ أنا صرت الإثبات. أبو حلمي فضل تضل خيانة أبي مستورة حتى يستر علي ويراعي شعوري، بس أنا مستحيل أقبل أنه يضل منبوز ومقهور. كان لازم أقول الحق حتى لو على حساب سمعت أبي، وهي أنا قدامكم، أنا مسامحته لأبو رعد وما إلي عنده شيء.